هنا بتملك قوة عظيمة جبارة. الحمد لله اني ما عطستش في سقف. عندك قفزة خاصة تصل لعشرين متر. انت هتبقى اول بطل عربي خارق هيأثر فيك رصاص. قدراتك البدنية ستة بالدوزة. يلا نسقف سوسة. ايوة. قدراتك الذهنية اسرع من سرعة الطلقة. قدراتك الجنسية ليه كده يا ابني؟ انا كنت قربت انسى. انا بقى عندي قوه خارقه وبختفي المكان اللي بفكر فيه بروحه وكل شويه بكتشف حاجه. انت فاهم حاجه؟ كل بنت بتحتاج في حياتها بطل، مش شرط بطل خارق بس يتحمل المسؤوليه. متاكد ان انا هطلع بعرف اطير؟ صدق قلبك. طب ما شاء الله يخرب بيتك. تاج، هو احنا كده نتجوز عادي؟ اثبت يا هيرو. هروح ازاي كده؟ لا فلوس بنزين ولا مواصلات ولا تكاسي. ههريكي فسح. سيبي التليفون، القطه بتاعتك كانت تايهه وبتدور عليكي. تيجي تختفي وانا امسكك؟ اختفي بقى. مش مصدقه؟ طب اهو. دي بقى بدله صممناها لك مخصوص. والشراشيب دي ده يعني ايه ده؟ ما هو انت اللي ما رضيتش تلبس السليب فوق البنطلون، هتبقى خارج ازاي؟ انا كهيرو فرهضت. هلبس طقم جابتهولي امي. ياه كبرت يا تاج وماسكك كرمش. يلا بينا. علمت نفسي حاجة، كل ما حد يقول لي جملة تضايقني أنجح. تاج دافع عن نفسك، قول حاجة. أهو استخدم قوته في الشر. قال يعني كده مش هنعرفه. أنت متأكدة من اللي بتقوليه ده؟ انت جننت ايه يا حميد؟ ربنا البنطلون بس هو اللي وقع ولا يا طنط.